اليوم راح نلعب لعبة ماينكرافت، لكن مو مثل كل مرة. في حلقتنا اليوم راح نجرب أغرب الأسلحة اللي موجودة في لعبة ماينكرافت، أسلحة غريبة عجيبة مريبة غير طبيعية. خلونا نكتشفهم مع بعض اليوم. إذا كنت تحب هذا النوع من المقاطع لا تنسى يا صاحبي الحين زر اللايك والاشتراك معنا في القناة. اليوم بإذن الله راح نجرب أشياء جدا غريبة، فعلى سبيل المثال الحين وراي مباشرة هذا الصندوق. أول ما أفتح هذا الصندوق راح يكون في داخله مجموعة من الكتب هذه. خلنا نشوف مع بعض وش موضوع الكتب هذه. هذا الكتاب فيه أشياء كثيرة، موجود فيه كل شيء نقدر نسوي له كرافتنج، أسلحة غريبة جدا موجودة في اللعبة. إذا تبون نسوي سنجل بلاير طبيعي ونلعب في الاشياء هذه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. خلونا من الكتاب، احنا موضوعنا كله راح يكون ان شاء الله تحت. وش موجود يا سيد تحت؟ انا الحين راح اوريكم. فاول ما راح تنزل راح تلاقي هالشيئين على طول ينتظرونك. عندك دروع هني تقدر تدرع نفسك تضبط نفسك. لكن سيد راح يفتح الصندوق هذا، هذا الصندوق داخله كل شيء مجهز لنا. طبعا هي مجموعه بسيطه من الاسلحه الغريبه العجيبه اللي موجوده في اللعبه. فانا الحين راح اختار لي واحد من الاسلحه وراح نروح نجربه. في عندنا ساحه موجوده تحت هذه الساحه نقدر نجرب فيها الاسلحه اللي موجوده عندنا. مثلا على سبيل المثال خلونا نقول ان احنا راح ناخذ السلاح هذا، لا خل هذا السلاح على جنب، خلينا ناخذ مثلا البيكاكس الغريب هذا، وايضا راح نشيل معاه هذا الشيء، اوكي؟ البيكاكس، بسم الله الرحمن الرحيم، على بالي كريبر، ما ادري ايش فيني فجأة نسيت، ما علينا ناخذ هذا ولا هذا، هذا ولا هذا، هذا ولا هذا، خلينا ناخذ يا جماعة هذا، لا سيفي، دقيقة. جيب الاغراض كامل، اوكي راح اشيل الاغراض كامل وراح اروح البسهم على السريع، وبالطريقة هذه نحطهم كامل، زين دقيقة احنا شلنا البيكاكس، يا ساتر دقيقة كيف حجمه هذا؟ وات؟ شكله غير في الصورة وشكله غير ما امسكه، جدا غريب، ما علينا راح نشيل شيء ثاني، راح اشيل هذا الشيء اللي ما ادري هو شنو بالضبط، المهم خلنا الحين ننزل تحت راح اوريكم المكان اللي احنا جايين، دقيقة سيد نسيت شيء مهم، هو الجولدن ابل، فراح نشيل معنا جولدن ابل بهالطريقة، وخلونا الحين ناكل لنا بس نرفع طاقتنا بالطريقة هذه، فخلاص الحين انا جاهز، اكلي ممتاز، كل شيء اوكي، انجي على طول يا جماعة هني، اضغط هذه، يا سلام، ويلا مشينا الحين لساحة المعركة اللي راح تصير فيها مضاربات جدا قوية، شوف كيف النزلة تنزل من هني ونوصل يا جماعة لساحة المعركة اللي راح يكون فيها مجموعة من الوحوش. اوكي سيد الحين لازم تكون جاهز وتنزل على طول تحت عشان تواجههم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي السلام عليكم يا فشلة. اوكي يلا يلا مشينا مشينا، خلينا نشوف مع بعض. دقيقة بما ان انا موجود خلينا نشوف. وات او ماي جاد يحرق. اوكي اضغط 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 الزر. ليتس جو تبتدي المعركه يا جماعه، راح يجونا مجموعه من الزومبي، خلينا نجرب مع بعض. ووو ليتس جو احرق احرق. ايه لا تضربوني يا فشل. دقيقه خلينا نجرب هذه. ووو ضربه ضربه ضعيف ضربه ضعيف. انا ميت انا ميت، المفروض ناخذ اسلحه اكثر معاي، اخذت اسلحه قليل. وقف هني وقف هني. ها من يتحدى من يقدر يوصل لي؟ لا 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 موت يا فاشل. اوكي يعني السلاح حلو لكن في نفس الوقت اوه شوف ايش قاعد ينزلون، شوف ايش قاعد ينزلون، خذ لك يا حبيبي. خلنا اشوف شكلي من بعيد وانا ماسك السلاح هذا. اوه يا سلام، طبعا هالطريقه قاعد امشي فيها انا وقاعد احرقهم. اوه رهيب. اما بالنسبه لهذا خلنا نشوف كيف هذا يذبحها. اتوقع حق تكسير يا سيد، هذا مو حق اني اذبح فيه ناس، فاوكي تجربه حلوه ان احنا جربنا السلاح هذا. هي 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 دقيقه خذ لك، باقي نحن نشيل الزومبي هذا. تعال يا حبيبي انت من مزعلك؟ ليش واقف هني لحالك؟ يخلص لا يخلص يا جماعه، لا بليز ابلع ابلع موت. ما يذبح ما يذبح السلاح هذا، توقعت ان السلاح هذا راح يكون ممتاز، لا ما يذبح. اوكي جلدناهم، خلونا نرجع مرة ثانية فوق ونجيب أسلحة غير الأسلحة اللي جربناهم الحين. سلاح النار كان سلاح جدا ممتاز لكن للأسف الشديد إنه من النوع اللي يخلص، فهذا الشيء يعني زعل شوي. أوكي الحين راح آخذ هذه. أوكي أنا هذا أخذته ما جربته، أوكي خله معاك، وخلونا يا جماعة ناخذ هذا وناخذ بعد واحد ثاني. أوكي الأشياء اللي أنت ما تحتاجها جيبها على طول هني. أيضا أتوقع الأسلحة اللي أنا خلصتها خلوني أجيبها وخليها عندي هني عشان بس أتذكر أنا خلصت هذا الشيء. وفي عندنا هني بوق الحرب، خلينا نجرب نشوف. اسمع هلا بوي. ايوه شو الصوت الغريب هذا؟ او ماي جاد جدا شيء غريب غريب، شيء غريب عجيب. شيل هذا فوق بعد وضبط امورك على السريع عشان نجرب مع بعض الاشياء الثانيه اللي موجوده، واتمنى الاشياء الحين اللي اخذتها معاي ما تخلص. يا فشله جيتكم مره ثانيه، جيتكم وانا الحين اوريكم كيف الوضع. دقيقه اول شيء راح اجربه. اوه انتوا قاعد تنتظروني ها؟ لا لا خلكم 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 دقيقة، راح اضغط هني واجيب زيادة. تعال يا زومبي، واحد
اي حطيت واجه، حطيت واجه زين، حطيت واجه زين. اوكي دقيقه 3 2 1. اوه ماي جاد، هذه حركه يسوي دائره حولي، يسوي دائره حولي. اوه ماي يو لورب، هرب هرب. خلينا نجرب السيف هذا، خذ وياه. انا ميت. هذا طبعا سيف عادي، سيف عادي، سيف عادي، سيف عادي يا سيد، سيف عادي يا سيد، سيف عادي يا سيد، سيف عادي يا سيد. اوه اي 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 هذا شنو مع السلاح؟ اوه هذا شنو؟ هذا شنو؟ ما اعرف. اوه هاي تلقط طلقات متفجره، ليتس جو. تعال انت خذ لك، لا عاد شوف القنبله بوم. اوكي لازم واحده ثانيه، لازم واحده ثانيه، لازم واحده ثانيه. طبعا هذا بعد يخلص، هذا بعد يخلص. شوف عندي قذائف، مجموعه من القذائف يعني. خذ لك هاي قذيفه بوم. انا الكريبر الحين، من الكريبر سيد، هو الكريبر. خذوا، خذ انت، ابلع يلا بوم. هذا واقف هني، ابلع يا حبيبي، اسوي نفسي دائره، واللي يجيني الحين راح اوريه. خذ لك انت، اوكي باقي اللي هناك. اعطى طلقه، يا سلام بوم، دمرت المكان يا جماعه، دمرت المكان تدمير غير طبيعي. باقي هذيله، ما عندي طلقات. اوكي هذا شنو؟ هاي اتوقع مجموعه الطلقات اللي موجوده معاي. اوكي انا اتوقع الحين خلوني اكل، انا متاكد انه السلاح اللي بعده اللي هو السلاح. دقيقة يا حبيبي، انتوا روحوا، روحوا شوي، انقلعوا شوي، انقلعوا شوي، خلوني في حالي خلنا نتنفس. اتوقع ان السلاح هذا عبارة عن سلاح يسمم من اسمه، اوكي هذا يسمم، فراح يكون عندي 8 طلقات منه. خلوني اجرب ان انا اسممهم، بس دقيقة خلنا اشيل الاسلحة اللي انا ما محتاجينها حاليا، فراح استخدم هذا. تدرون هذا راح اخليه عندي، البوق ما نحتاجه، هذا ما نحتاجه، هذا ما نحتاجهم، وخل عندك التفاح بس. اللي يبي يتسمم حياه الله، تعال 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 تعال، خذ لك. ايوه ما صار شيء، وات؟ اوه لازم اصيله بنفسي. اوكي المفروض انهم قاعد يدمجون يعني، ها في ما قاعد يدمجون. لا بليز بليز، قول لي قول لي قول لي ياثر فيكم، تكفى خلوا الطلقات. لا هذا ما ينفع معاهم، هذا ما ينفع معاهم، هذا ما هذا ينفع معاهم، هذا ينفع معاهم، هذا ينفع معاهم، هذا ينفع معاهم. ولع المكان يا سيد، ولع المكان يا سيد. ايه ما متوا، خذوا اي اي خذوا. او ماي ماي، من وين جاء؟ يا ساتر في ماي. اوكي ما اعرف من وين جاء الماي، بس اتوقع الخشب اللي موجود هني احترق. خلينا نرجع فوق نجيب اسلحه غير. خلصنا احنا الحين من الاسلحه هذه، خلينا نجيبهم فوق ونجيب هذه بعد. في حين في اسلحه غريبه. اوكي هذا السلاح المفروض انه مدفع، او ماي جاد مدفع قوي، وهذا بعد المفروض يكون مدفع. هذا ما ادري شنو. هذا يطلق، بس انا اعتقد انه عندي طلقات. ما عندي طلقات، ما عندي اسهم للاسف. الشيء هي تعتبر تمشي؟ ما تمشي. اوكي في اشياء ما تمشي معاي، في سيوف غريبه، وفي هذا يجيب الاشياء اتوقع من بعيد، وفي هذا. اوكي هذه المره الهجمه الاخيره اللي راح يكون فيها مجموعه كبيره من الاشياء. انا احس اني دمرت ساحه المعركه، ما اعرف ليش. اشوف النار موجوده ولا لا؟ لا والله كان النار راحت. اول شيء ابغى اجربه هذا الشيء، شوف. ما كنت ادري ان الموضوع بالطريقه هذه، توقعت يجيب الاشياء مو يوديني. لا هالمنطقه صار يا سيد، المفروض هذا الشيء اللي يصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي اول شيء راح اجرب هذه، خذ لك. لا 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 دقيقه 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 خلينا نتفاهم ثواني. خذ لك على راسك، ارجع شوي ورا يا سيد، خذ لك. والله ما تاثر في شيء، هذه ما تاثر في شيء. انزين انزين دقيقه دقيقه، خل عنك يا سيد. هي شنو بالضبط؟ اي ما ادري ما اعرف. هذا اتوقع انه سيف عادي، ما اشوفه ما اشوفه ما اشوف السيف. اوه هاي نطيطه بس، اوه شوفوا كيف نطيطه رهيبه. يا سلام حركتها غريبه. ما علينا، هذه ما عندها طلقات، فعندي هذا الرمح. خذ خذ، يدمج، قاعد يدمج ولا شنو؟ ولا قاعد يستهبل؟ قاعد يستهبل، صدقوني قاعد يستهبل، قاعد يستهبل. لكن عندي القذيفه، انا متاكد ان القذيفه هاي جدا قويه. 3 2 1 ليتس جو. ليتس جو ليتس جو. ممكن ليتس جو. انا ايش ماسك معاي؟ ما ادري ايش قاعد يصير حرفيا. ممكن ايوه ممكن ليتس جو. اوكي ضربت ضربته. اوكي لا ما قاعد ينفع، ما قاعد ينفع. اللي بعدها هذه 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 هذه، لا ما قاعد يضربون، حرام. توقعت انهم اسلحه جدا قويه، بس اتوقع انه يبي لهم اشياء مو موجوده عندنا للاسف. كيف؟ في صوت، انا قاعد اسمع صوت. ثواني ثواني سيد، اطلع برا اطلع برا، خلينا نحاول نفهم ونفكر شوي بالنسبه لهذه. اذا عرفنا راح يكون شيء ممتاز، اذا ما عرفنا شيء سيء. شوفوا شوفوا شوفوا، اسمع الصوت اسمع الصوت اسمع الصوت. ما صار شيء. زين حلو، ما قاعد يصير شيء. لا لا يا جماعة، مالي الا هذه بس، ارمي على هذا في راسه.
ليتس جو والله من بعيد شوفوا كيف. وقف 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 خذك يفا ما صارته. علي تعالى حبايبي في هذا المقطع جربنا الاسلحه اللي جدا رهيبه. اعطوا رايكم اذا تبون نسوي سلسله مثل هذه يكون فيها اسلحه غريبه عجيبه مثل هذه وبسيطه نحن نقدر نسويهم يعني ما يكونون اشياء جدا معقده. نشوفكم على خير ان شاء الله مقاطع اخرى وسلام. اللايك امر مهم طقه ولا تهتم انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم يسيطر على امم هذا جيشنا يا عم والاسياد الصوره تتنقل على كل فم باشتراك تنضم وهذه اسهل وسيله يا قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة.